مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفي، مرحبا بكم مباشرة من نواحي بن يخلف، بالضبط هنا في جناح الزيتون. فكما كتعرفوا مشاهدينا الكرام، هذه الحالة اللي كتعيش هذه المنطقة هذه من تهميش من لا مبالاة، كيف ما كتشوفوا معنا، تخيل معايا مشاهدينا الكرام أن هذه البلاصة هذه اللي كتسمى واد الحار، شوفوا يعني البعد ديالو على الارض، يعني بعيد مشي 5 أو 6 أو 7 متر، يعني جا بجوار مؤسسه كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، اللي كيشكل خطر على التلاميذ. فتخيل معايا اخي المشاهد ان التلميذ غيجي غيبغي يخرج من المدرسه، او كيتسنى كيف ما كنعرفوا ان التلاميذ مع 8 الصباح كيجيو كيبقاو يتسناو انهم يدخلوا كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا ومتابعينا، يدخلوا يقراوا، يعني كيتسناو قدام باب ديال المؤسسه. فتخيل معايا ان شاب او تلميذ صغير غادي يجي غيتسنى هنا في هذه البلاصه هذه، فقدر الله انه يطيحنا غيشكل خطر على التلاميذ. فهنا هذه وقعات ماشي غير غتوقع، يعني وقعات ان شاب كان دري كيلعب هنايا في البلاصه هذه، فكان هو صحابه طاحوا، قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله ما توفاش، غير سكرت لي اصابه. فكما كتشوفوا معنا المعاناه اللي كيعانيو منها ساكن جناح الزيتون، كيف ما كتشوفوا معنا الكارثه هذه اللي كيعيشوها، ف كتشكل خطر كبير على الساكنه. شوفوا معنا مشاهدينا الكرام الحاله اللي كيعيشوها، يعني الساكنه ديال جناح الزيتون ناهيك على الازبال، ناهيك على الكلاب الضاله، ناهيك على غياب حراس امن هنايا. فكما قالوا لنا بعض الساكنه باللي هذه البلاصه هذه كتعاني من التميش، كيتم السرقه ديال الكونتورات ديال الدولمه، حتى هما كيتم السرقه ديالهم، يعني العداد المائي كيتم السرقه ديالو. فابقوا معنا مشاهدينا الكرام، نقربوكم من هذه الحاله الكارثيه، يعني هاد الحي هذا في جماعه بن يخلف. شوفوا معنا مشاهدينا الكرام يعني كميه الازبال اللي كاينه هنايا، يعني هاد الحي هذا ما عرفناش، كيعاني من التهميش، كيعاني من لا مبالاه. فتخيل معايا مشاهدينا الكرام ان شخص يعني ساكن هنايا، الاقامه ديالو بالجوار ديال الازبال هذه. شوفوا معنا كميه الازبال اللي كاينه هنا مشاهدينا الكرام، يعني حاله يرثى لها. فراه لا يمكن انني هنايا انا شاري اقامه ديالي ب 30 25 او 26 مليون ونجي نلقى حدايا الواد الحار، يعني الواد الحار كيصب هنا بجوار الاطفال. فتخيلوا معايا ان الدراري كيلعبوا الكره، كيلعبوا هنايا بجوار البلاصه هذه، خطر كبير على الساكنه كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام. هذه هي الحاله يعني اللي كاينه هنايا، يعني مباشره من كيف ما كتشوفوا معنا مباشره من بن يخلف مشاهدينا الكرام، يعني حاله يرثى لها، حاله كارثيه كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا ومتابعينا. شوفوا معنا الحاله اللي كيعاني منها هذا الحي هذا الواد الحار. شوفوا معنا مشاهدينا كارثية بما تحمل الكلمة من معنى. يعني ما عرفناش يعني السبب الرئيسي ديال الكارثة هذه، ما عرفناش يعني شوفوا معنا الكارثة مشاهدينا الكرام، يعني كمية الأزبال اللي كاينة هنا، أزبال كثيرة. تخيل معايا مشاهدي الكرام ان البلاصه هذه كيجيو كيلعبوا بها الاطفال، ان الدراري الناس ساكنين هنا، شوفوا الاقامات، يعني مكان السكن ديال الناس يعني كيسكنوا هنايا، والاسبال مرميه هنا. فهذه رساله نبغوا نوجهوها للمسؤولين ديال جماعه بن يخلف، راه لا يمكن اننا في 2023 وباقي كنعيشوا هاد الكارثه هذه، راه لا يمكن اننا في 2023 وكنشوفوا مثل هاد الاسبال هنايا، راه ما يمكنش. يعني كنشوفوا كميه الذباب اللي كاينه هنايا، يعني الدبان يعني كيطلع، يعني تخيلوا معايا ان الدود، بعض الساكنين كيقولوا اننا كنكونوا ناعسين، قال لك الدود كيدخل لنا لديورنا بسبب هاد الرائحه الكريهه، بسبب هاد التعفنات اللي كاينه هنا. فهذه رساله نبغي نوجهوها للناس المسؤولين ديال جماعه بن يخلف، كنتمناو انكم تحركوا وتنقضوا ما يمكن انقاذه، حيت راه لا يمكن اننا كنشوفوا مثل هاد الكوارث. شوف معايا مشاهدينا الكرام، يعني تخيل معايا ان دري صغير ما غيعرفش عن في عمره 7 سنين أو 8 سنين غيجي غيبغي يلعبها في هاد البلاصه هذه، غيطيح هنا في هاد الواد هذا. شوفوا معنا الكارثه اللي كاينه في هذا الواد مشاهدنا ومتابعينا. فهذه رساله كنتمناو من الناس المسؤولين ديال جماعه بن يخلف انهم يدخلوا على الخط، على الاقل يديروا حاويات هنا، على الاقل هذا الواد هذا يسدوه، حيت راه ما يمكنش ان الواد يبقى معري بحال هكا. شوفوا معنا يعني المعاناه اللي كيعانيوا الساكنه. فتخيل معايا انني انا ساكن هنا، او ان تلميذ كيقرا في مؤسسه تعليميه، فكيف يعقل ان هذا التلميذ بغينا يخرج يعني في المستقبل يعني استاذ او طبيب؟ هو في كل صباح يعني الناس يعني كيصبحوا في المدارس، كيصبحوا على المناظر الطبيعيه، كيصبحوا على البحر، كيصبحوا وهنايا في هذه البلاصه هذه، ان التلميذ فايق مع 8 الصباح باغي يمشي للمدرسه غادي يصبح على الواد الحار.
فهذه رساله كنبغيو نوجهوها للناس المسؤولين ديال جماعه بني خلف. ما عرفناش واش ان الابناء ديالكم واش انكم نتوما كتشوفوا هذه الحاله هذه، كتشوفوا هذه الكارثه هذه اللي كيعيشوا منها، اللي كيعانيوا منها ساكنه ديال بني خلف كما كتشوفوا معنا، ديال جنة الزيتون كيف ما كنقولوا، يعني كارثه بما تحمل الكلمه معنا. فشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، هذه هي المؤسسه وهذه هنايا كاين هذه الحفره هذه كيف ما كنقولوا، يعني ما غطاوهاش ما سدوهاش، على الاقل كنتمنوا انكم غير تقوموا يعني بغلق هذه الحفره هذه. فشوفوا الواد الحار مشاهدينا الكرام، الازبال مرميه فيه بزاف ديال الحوايج، ناهيك على الكلاب الضاله اللي كاينه هنا، ناهيك على السرقه كيف ما قلنا بعض الساكنه باللي كيجيو الناس كيسرقوا العدادات. فهذه رساله نبغيو نوجهوها للناس المسؤولين ديال الجماعه من انكم تدخلوا على الخط وديروا حل لهذه الكارثه هذه، حيت كيف ما كتشوفوا راه ما يمكنش اننا نبقاو نشوفوا كل نهار كارثه من الكوارث جماعه بني خلف. ما يمكنش اننا اليوم شفنا الواد الحار غدا نتكلموا على الازبال، يعني نبقاو كل نهار نتكلموا على الازبال فين في جماعه بني خلف، يعني في غياب تام الحوايج كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني الحاويات ما كاينينش بلاصه فين غادي يلوحوا الناس الزبل، ما كايناش يعني يعني الناس كيضطروا كيجيو كيلوحوا الزبل في الواد الحار. فشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، راه لا يمكن اننا كنشوفوا هنايا يعني الزبل مليوح في هذه البلاصه هذه اللي كتعتبر مجمع سكني كبير اللي فيه الناس ساكنين، يعني الناس خاسرين فلوسهم، الناس اللي كيشريو اقامات 25 26 كاين اللي شراها حتى ب 30 مليون باش يجي، وهي من اجل العيش كريم باش يعيش مرتاح، وكيجي كيلقى يعني كيحل النافذه ديالو كل صباح كيصبح على هذه الكارثه. فيعقل اخي المشاهد ان كل صباح كيصبح على هذه الكارثه، يعني على هذا المنظر. تخيل معايا مشاهد الكرام، شوف الناس اللي ساكنين، يعني حنا في 2023 وباقي كنشوفوا مثل هذه المناظر. فهذه رساله نبغي نوجهها للناس المسؤولين ديال جماعه بني خلف، هذه رساله نبغي نوجهها يعني الناس حتى هما، راه ما يمكنش يعني ما نحملوش المسؤوليه غير المسؤولين ديال جماعه بني خلف، بالعكس راه حتى الساكنه لهم الدور باش انهم يحافظوا على النظافه ديال البيئه ديالهم، باش يحافظوا على هذا الوادي. راه ما يمكنش انني كنهز ميكا كنلوحها هنا في الواد الحار، ما يمكنش انني كنهز البلاستيك كنلوحو هنا في الواد الحار. فهذه رساله يعني كنبغي نوجهها حتى للمواطنين، كنتمناو انكم يعني تقنوا وتولوا تعرفوا شنو كديروا. راه لا يمكن ان كما كتشوفوا معنا يعني البقايا ديال المناضله، البقايا ديال الماء، البقايا ديال بزاف ديال الحوايج، يعني كنتمناو من الناس انهم يعرفوا شنو كيديروا، كنتمناو من الناس انهم يوعاو بالمسؤوليه. هاد النفايات هادي صعيب باش كتحلل، هاد النفايات هادي اللي ما كتحللش بسرعه. شوفوا معنا مشاهدينا الكرام الكميه ديال الازبال اللي كاين هنا. فبعض الساكنه قال لك باللي هنايا تيكونوا الحناش والعقارب في الصيف كيخرجوا لينا، يعني كتشكل علينا خطر، كتشكل خطر على وليداتنا، حتى يقول لك ان ما يمكنش ان ولدي جا كيلعب هنايا وكيلقى هاد الازبال هادي. فرساله كنوجهها للمسؤولين ديال جماعه بني خلف، هذه رساله كنوجهها الناس المسؤولين على هذا المجال هذا. فلا يمكن اننا كنشوفوا مثل هاد الكوارث، كنتمناو انكم تدخلوا على الخط وتلقاو حل لهاد المعضله هادي، حتى لا يمكن كما كتشوفوا معنا يعني كارثه بما تحمل الكلمه معنا، يعني عده مساوئ كاينه هنايا، كنبداو من الواد الحار يعني الى الازبال اللي كاينه هنايا، كميه الازبال اللي كاينه كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا ومتتبعينا، يعني كاين بزاف الازبال هنايا. شوفوا معنا مشاهدينا الكرام الازبال، ناهيك على الكلاب الضاله، فاش يقولوا لنا الناس باللي هنايا كتوصل يعني 6 7 العشيه ما كنقدروش نخرجوا بالليل، علاش؟ على الكلاب الضاله كيتلقاو لنا الكلاب. ناهيك عن السرقه ديال العدادات ديال الماء، يعني الكونتور ديال الماء هو كيشم السرقه ديالو. فكنتمناو من الناس المسؤولين انهم يديروا حل لهذه المعضله هذه. الى هنا مشاهدي قناه شوف تيفي نكتفي بهذا القدر، على امل ان نلقاكم في فيديو مباشر اخر. شكرا والى اللقاء.